بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا أريد بهذه المناسبة أن أهنئ حزب العدالة والتنمية بصفة عامة على شبيبته، وبصفة خاصة بالنسبة للشبيبة على هذه اللقاءات المستمرة رغم ما يدور في الساحة ومحاولة إضعاف العدالة والتنمية، ولكن نقول لهم لكم المقاعد ولنا الشعب. أما فيما يخص هذا الموضوع، وعادة عندما يأتي الطلب لا أستطيع أن أقول لا، بل أجيب إجابة على هذا الموضوع، لأن علينا دين بالنسبة لشبابتنا. الشبيبة هي التي دائما نراها على أرض الواقع وفي الحملات الانتخابية. إذا ما وصلنا إلى ما وصلنا إليه فالشبيبة لها دور كبير، لأن هذا دين علينا، ولا يمكن أن نقول لا لطلب يأتي من طرف الشبيبة. أما فيما يخص هذا الموضوع، الموضوع الذي أعطي إليه هو أي نموذج اقتصادي لتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية. وبما أننا أمام الشباب، ربما فيه عدد كبير ونسبة كبيرة على مستوى الجامعي، لابد أن نحدد المصطلحات لنستوعب الموضوع. المصطلحات: أي نموذج اقتصادي؟ لا يوجد نموذج اقتصادي على أرض الواقع. كلمة النموذج الاقتصادي هي كلمة نظرية، نختزل الواقع في معطيات معينة ونستخلص فيها نماذج اقتصادية نظرية. أما في الواقع فكل دولة لها اختصاصاتها، لها مواردها البشرية، مواردها الطبيعية، ولكن نستعمل كلمة نموذج مجازا حتى في الواقع، وهي في الحقيقة هي استراتيجية أو سياسة اقتصادية كيف نصل إلى التنمية. أما كلمة التنمية فهي تعني نهضة شاملة على كل المستويات، وكما قيل فهي ليست نمو فقط، بل هي أشمل النمو. نقول النمو الاقتصادي، الدخل الوطني ازداد مثلا ب3% أو 4%، ولكن هو معطى مجرد اقتصادي، لا نعرف مآلات وأين ستصرف تيصرف هذه الزيادة، لأن بحال شي خبزة كبرت ب4%، شكون غادي ياكلها؟ ما نعرف. أما إذا تكلمنا عن التنمية فهي نهضة شاملة يستفيد منها المجتمع بأكمله. إذن النمو شيء والتنمية أشمل بكثير. كلمة العدالة الاجتماعية، لا توجد عدالة اجتماعية. ما مفهوم العدالة الاجتماعية؟ لا مفهوم لها إلا إذا أخذنا الليبراليين، حاولوا في الأول تحديد مفهوم العدالة الاجتماعية، غنقولها بالفرنسية باريتو ومن بعد نشرحها. La situation optimale et la situation on ne peut pas améliorer la situation au moins d'un individu sans détériorer au moins celle d'un autre. هي إغناء الفقير دون إفقار الغني. وكيفاش ما تزوجش من الغني وتعطي الفقير؟ ممنوع هذه في الليبرالية. ولكن تطور المفهوم، مفهوم العدالة الاجتماعية، إلى أن اقترب من المفهوم الإسلامي الحد الكفاية. حد الكفاية هو واقع المجتمع، أي أن كل فرد في المجتمع يشعر أنه يعيش عيشة لا بأس بها. إذن هو أولا نفسي، إذا أحسست أنك فقير في مجتمع معين فهذا مرتبط بالمجتمع الذي تعيش فيه. إذا كان مستوى الغنى مرتفع
فلا بد ان يكون الدخل افقر الناس مرتفع نسبيا حتى يشعر انه ينتمي الى هذا المجتمع. إذن حد الكفايه هو المصطلح الاسلامي اللازم استعماله عوض العداله الاجتماعيه، لان العداله الاجتماعيه عندها مفهوم سياسي. قد يكون البلد غنيا جدا وقد يكون فيه الفقر مدقع، ولكن بالنسبه الينا اذا بات مؤمن جائعا فلا مال لاحد، اذا بات مؤمن جائعا فلا مال لاحد. وفي الغرب كانوا يتكلمون عن المينيموم فيتال، اي حد الكفاف، القدر اللازم لكي يعيش الانسان. نحن نتكلم عن حد الكفايه، ان الفرد يشعر انه ينتمي هذا المجتمع ويفتخر بمجتمعه. إذن هذه هي اول المصطلحات الموجوده في الكلمه. بالنسبه للمغرب، اي تصور لاستراتيجيه التنميه قصد العداله الاجتماعيه، العداله الاجتماعيه هو توزيع الزياده في الدخل، كيف يعاد التوزيع، ولكن لابد ان يكون هناك نمو اقتصادي لاعاده توزيعه. ولكن حتى نعرف عندما نضع استراتيجية فهي تضع لعشر سنوات أو 15 سنة أو 30 أو أكثر، ولكن كل 5 سنوات أو 10 سنوات يعيد تحيين الاستراتيجية، لأن المحيط يتغير، المحيط الداخلي، المحيط الدولي يتغير. إذا لابد من محاولة استشراف آفاق الاقتصاد المغربي، ولكن بما أن الاقتصاد المغربي يندمج سنة بعد سنة في الاقتصاد الدولي، فتأثير الاقتصاد الدولي على الاقتصاد الوطني يزداد. لسنا دولة منغلقة على ذاتها حتى نكون مستقلين في اتخاذ القرارات، لابد أن نتخذ القرارات حسب محيطنا. مثلا نصدر أوروبا، ولكن حتى نستمر في تصدير أوروبا لابد أن نعرف متطلبات السوق الأوروبية وما هي الفئة التي تشتري موادنا وغير ذلك. إذن لابد من استشراف التطور العالمي للعشر أو 15 سنة، وهي وضعية خطيرة 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 جدا، والمشاكل ستزداد بالنسبة على المستوى العالمي، وسيكون لها تأثير كبير على المغرب، وهل المغرب قادر على مسايرة ما يجري من حولنا على كل المستويات، عالميا ستزداد الفوارق الاجتماعية. إذن كلمة العدالة الاجتماعية، العدالة الاجتماعية هو سيصبح كلاما فارغا، لأن هناك التوزيع الوظيفي في الغرب، أي أن كل واحد يأخذ دخلا حسب العمل الذي يقوم به، ويتم إعادة التوزيع ما أمكن. المشكل هو أن الذين يشتغلون سيقل عددهم، ليس بسبب الشيخوخة فقط، ولكن بسبب تطور الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي سيحل محل يد عاملة كبيرة جدا. الاقتصادي سيموت، المحامي سيموت، المتخصص في الإعلاميات سيموت، الأستاذ سيموت نسبيا، المهندس المعماري، المهندس المحاسباتي سيموت، اليد العاملة البسيطة ستموت، الروبو والذكاء الاصطناعي سيحل محل اليد العاملة. إذن كيف يمكن إعادة التوزيع إذا
كثر عدد الذين ليس لهم دخل. هذا قلت أن تراجع في العدالة الاجتماعية في الغرب، وإذا تراجعت العدالة الاجتماعية فالطاقة الشرائية كذلك ستتراجع. الطاقة الشرائية للمنتوجات التي سنوجهها للغرب ستتراجع. طماطم المغرب لن يستطيع المواطن الفرنسي شراءها. إذن هذه من الإشكاليات الكبرى التي ستواجهنا. ستكون هناك تقلبات مناخية كبيرة ونحن نعيشها الآن، وهي تزداد وسيكون لها تأثير كبير، وسنعيش الهجرة المناخية والهجرة الاقتصادية، ليس الهجرة الاقتصادية فقط بل كذلك الهجرة المناخية داخلا وخارجيا. الناس إذا كان هناك جفاف في منطقة معينة وقلت فيها موارد العيش لابد أن ينتقلوا إلى جهات أخرى، وكثير من الدول وكثير من الجهات مهددة بالجفاف وندرة المياه في السنوات المقبلة. تزايد الشيخوخة في الغرب، وحتى عندنا الشيخوخة ستزداد، وكلما ازدادت الشيخوخة كلما ازدادت حاجيات هذه النسبة التي لا تشتغل ولكن في أمس الحاجة إلى الصحة إلى موارد إضافية وغير ذلك، ويقل عدد الشباب، والشباب هم الباحثون هم الذين ينتجون، حتى الروبو والذكاء الاصطناعي من ينتجه؟ الشباب. سيتم إعادة استيطان كثير من الصناعات في الدول المتقدمة. اليوم ننتج السيارات ونصدر، ننتج قطاع الطائرات ونصدر، ولكن في 15 سنة المقبلة هذه سيتم استيطانها في الغرب، لأن الروبو والذكاء الاصطناعي سيحل محل اليد العاملة الموجودة. إذن قطاعات كثيرة اقتصادية مهددة بهذا التوجه الجديد. حتى ربما الكل يعلم أن في الصين هناك مدير مؤسسة كبيرة روبو، ماشي فرد، الذي يدير هو روبو. تزايد الشغل والتعليم عن بعد، كثير من المغاربة يشتغلون مع الكندا اليوم ومع الولايات المتحدة، ليس بالضرورة الذهاب إلى المعمل. الدراسة عن بعد، لا لسنا في حاجة إلى مدرجات. وحتى الامتحان في المستقبل في اليابان وغير الدول قريب الآن قريبا كاميرا تراقبك عن بعد، كاميرا لكل فرد، لأن سعر الكاميرات سينهار. انتشار النقود الإلكترونية، النقود الورقية التي هي في جيوبكم ستندثر، والآن غير باريز، تمشي لباريز حتى المترو إلا ما عندكش لاكارت ما كاينش، تمشي للصين كلشي بالتليفون. النقود الإلكترونية ما بقاش النقود المعدنية والورقية، ما تشبقى نهائيا. انتشار التعليم الخصوصي على حساب التعليم العمومي، وهذا نراه الآن في الغرب، التوجه هو التعليم الخصوصي، لأن الدولة لم تعد لها الموارد الكافية لتمويل التعليم. الغني سيدفع للمؤسسة الخاصة، سيكون تعليم للأغنياء وتعليم للفقراء. الانحطاط الأخلاقي وقد بدأ الآن في كثير من الدول، لم يعد من الضروري الإشارة إلى جنس
الفرد وتغيير الجنس طبيعي وقانوني في كندا، بل الرجل حر والمرأة حرة ولو أنه متزوجان. إذن هذه من بين تحولات مستقبلية، هذه التحولات ستؤثر بالضرورة على المغرب، خاصة عندما نتكلم، نسيت أن نتكلم على هذه النقطة في التنمية. التنمية بمفهومنا هو امتداد للذات، امتداد للشخصية، للذات المغربية، للأخلاق المغربية، للعقيدة المغربية، ولكن يراد لهذه البلد أن تستبدل ذاتها بذات أخرى. سنستورد ذات الآخرين، الأفراد هم الأفراد، ولكن التغييرات الآتية على المستوى الأخلاقي والعقائدي خطيرة جدا ومفروضة على المغرب، مفروضة على المغرب. ستقول لي ولماذا؟ اعلموا أن جل الاستثمارات التي ترونها في المغرب كلها قروض وكلها دعم للخارج، وهذا الدعم مشروط. تريد دعما، تريد قرضا، افعل ما نريد وليس ما تريد. السؤال كما قلت، هل بإمكان المغرب التأقلم مع هذه المعطيات والحفاظ على ذاته؟ لأن أكبر مشكل إلينا ليس الأكل والشرب، بل نحن مهددين في ذواتنا. وعندما أتكلم عن الذات، الامتداد التاريخي، الجانب العقائدي، الجانب الأخلاقي، الذات هي الثقافة السائدة في المجتمع، هي مهددة وستنهار. وبدأوا بتكسير العائلة، هو النواة الأصلية، لابد من تكسير النواة الأصلية. وعندما كان جاء بفكرة القروض الصغرى في التسعينات والدخل للنساء حتى تكون المرأة مستقلة عن رجلها على مستوى الدخل، وهذا بدأ، هذا شيء إيجابي أن يكون لها دخل، ولكن حق أريد به باطل، وهو أن تكسر العائلة من الداخل. قلت حق هو حق ولكن أريد به باطل. إذن التأقلم مع التحديات، أرى أن لشباب العدالة، شبابية العدالة والتنمية دور كبير على مستوى الشباب. دورنا، تحدينا الآن ليس اليوم الوصول إلى البرلمان أو الوزراء، هو أن نحافظ على ذواتنا، وهذه هي من أكبر المهام، لأن لم تأتي إلى هذه الدنيا لتأكل وتشرب وتتمتع فقط، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الداريات، هذا هو دوركم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة هي كذلك أن تنشر ثقافتك وأن تنشر الدين. رغم من زاغ عن هذه الثقافة لقد زاغ عن الطريق، هي المهمة الأساسية. لا تفكر بتاتا في أمور أخرى، إذا جاءت في الطريق فلا بأس، ولكن لا تغلب علينا ثقافة الوصول إلى منصب أو 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 أو. مهمتك هي الحفاظ على الذات المغربية. إذا أردت الفوز عند الله، هذا هو. إذن التطورات العالمية هي الاقتصادية تزداد مخاطر على قطاعات كبيرة في المغرب، قطاع النسيج، الروبو، قطاعات كثيرة
العشر سنوات أو الخمسة عشر سنة المقبلة قطاعات مهددة، إما أن نتطور وإما أن نزول. إذن لابد من القدرة على المنافسة، وهذا يقتضي التطور السريع للتكنولوجيا بالمغرب وتأهيل يد عاملة، يد عاملة غير مؤهلة لم تعد لها وظيفة، مع إيجاد مناخ مناسب للاستثمارات. أنت مجبر إذا أردت استثمارات أن يكون لديك مناخ مناسب أحسن من الدولة المنافسة، ولكن نعاني من إشكاليات خطيرة، أولها الرشوة وفساد الإدارة المغربية. فساد الإدارة عائق كبير في طريق النمو، تعيق الاستثمارات. مشكل القضاء، إذا لم تكن هناك شفافية والعدل في القضاء فالاستثمارات ستلجأ إلى دول أخرى، وأزيد على ذلك. هذه تحديات من بين التحديات الكثيرة دوليا، ولكن هناك تحديات داخلية كما تكلمت عن الرشوة. التعليم والتكوين، هل تعليمنا وتكويننا يناسب حاجيات السوق الداخلية لتبقى المنافسة على الأقل على مستوى الحالي؟ رغم أنني كنت وزيرا للتعليم العالي، لا أظن أن وتيرة الإصلاحات تسير وتيرة التغيرات العالمية. ليس خيار، هذا ليس خيار. ذكرتم اللي قلت لهم في أكادير في الجامعة، كنت زرت، قلت لهم بالدارجة اللي ما عندوش الإنجليزية، طالب الآن اللي ما عندوش الإنجليزية يحفر القبر ديالو بسنانيه وينعس فيه. علاش؟ كنت نقول دائما الإنجليزية مزيانة، ولكن لابد دير شي دقة قوية باش يتذكروها الناس. غادي يقولوا هذا الوزير واش حمق، ولكن واخا يقولوا هذا حمق غادي يتذكروا على الكلمة اللي قلت. هذا مفروض، السوق الدولية مفروضة. اللغة الفرنسية أكل عليها الظهر وشرب، حنا كلينا بها الخبز، هذا الجيل الجاي ما يكونش بها الخبز بالفرنسية، يمكنش. إذن التعليم هو مربط الفرس، وكل تقارير تؤكد على عجز التعليم والمدرسة المغربية في مسايرة التطورات العالمية. الآن في كوريا في الابتدائي تفكيك وتركيب آليات تكنولوجيا حتى يتعود الفرد على التفكيك وعلى الإنتاج، ماشي فقط غير استعمال. راه البورتابل كلشي تيستعملو دوك، ماشي استعمال، لا، إنتاج وتفكيك وفهم. أولا إشكالية الميزانية، ميزانية ضعيفة حتى يكون المؤطرين، إعادة تكوين المؤطرين والتجهيزات. الميزانية المغربية للتعليم ضعيفة جدا. تخصصات أو محتواها لا يستجيب لسوق الشغل. هناك تخصصات طالب تيختار التخصص بغض النظر عن المآلات ديالها، تيشد الإجازة وبغيت الخدمة ما يمكنش. سوق الشغل حتى الإدارة ما يبقاش الناس يتكلموا على مناصب مستقرة، ما غاديش يبقى مناصب مستقرة. إذن ماشي عندك إجازة ولا عندك ديبلوم. أنا الطلبة عندي في السنة الأولى تنقولوا لي عنده 10 المعدل ولا 11 ما يجيش عندي للكلية، غادي يدير يكرر 3 مرات ولا 4 إلى وصل الإجازة، من بعد حتى واحد ما بغاه. تنقول سير دير التكوين، ولكن التكوين يدوي،
هي راه فين ماشي باغي ندير سكرتاريا، سكرتاريا غتموت، ماشي باغي ندير باك بلس دو في الاعلاميات. تنتكلم على الجيل اللي جاي، باقي نتوما شويه بعدا راه وصلتوا. الجيل اللي جاي ما بقاش باك بلس دو في الاعلاميات ولا غيره، بليد تخدم بليد ميكانيسيان، الخدمه موجوده، ولكن ما بغاوش الناس يوسخوا يديهم. راه المهندس الياباني ولا الصيني راه تايز البرويطه والبالا، مهندس حنا خصنا المهندس يدير الكرافطه، هذا اكل عليه الدهر وشارب. راه تنقيس اليد ديال الطلبه، تنقول له شير طب بحال البونج، كيفاش اش عارف دير؟ غير سير اولدي تقرا سي. غنحاول نعاود لكم واحد القصه حقيقيه. 1971 كنت في فرنسا، كان يوم الاثنين، بديت نتغداو، تنكونوا 8 ولا 10 على الطبله، كل واحد تيحكي شنو دار. تعرف واحد البنت اش قالت لنا؟ ما ماما ما فوندو دي طومات، مي باعت لي ماتيشا. ويلي انا جاي من فمودي، بني من القريه الصغيره، كيفاش مي باعت لي ماتيشا؟ تنقول هذا المجتمع حمق. الساعه انا اللي كنت حمق. هذيك الام ما ربتش بنتها على هاك، واش لخرجت الزنقه باغي كان شي واحد اللي يعطيك مجانا. ولينا ولادنا بغاو كلشي فابور، بغاو النقاط فابور، بغاو كلشي فابور، لينا ربيناهم ربيناهم على هاك ماشي آراء. هذه عطاتني درس ما يمكنش ننساه الحياه ديالي. اذا ان شاء الله ولادكم باغي اللي كاين اللي عندها الله يصلحهم، باغي غير باغي درهم قول لي جيب لي كاس الماء ونعطيك. دائما ربي فيه المقابل، ثقافه المقابل، ماشي مي ارى 20 سنه ارى حتى انتم ممنوع ارى، خرج تخدم. شوفوا راه ملي مشيت تنقرا والله العظيم الا في الليل والثلج تيطيح وحنا خدامين غير السقف، وخدامين خدام في الليل والمدرسه الصباح. كنت شريت بشكليت باش نمشي وسرقوا لي. راه الا ما اللي ما تعذبش ما يعرفش القيمه ديال الحياه. عارفكم انتم راه كاين اللي معذب اكثر مني انا، ولكن تنتكلم على اللي شويه والدي شويه لاباس، ارى بابا ارى ماما. تا بالفرنسيه تيقولوا ماما كوفر موا، عنده 20 عام وتتقول ليش غطيني. نرجعوا للموضوع. قلنا الميزانيه، قلنا عدد الاطر في التعليم، ما قدش لم يعد قادر على مسايرات متطلبات المستقبل. اصواحد 30 ولا 40% ديال الاطر تتغير. تغير راه فرنسا في ايام جيسكار ديستان هو اللي عطى تقاعد نسبي في 55 سنه باش يخوي المقاولات من دوك الناس القدام ويدخلوا الشباب اللي عارف يتطور مع الواقع. في ذاك الوقت كان العامل الياباني عنده مستوى البكالوريا، العامل الفرنسي عنده مستوى الشهاده الابتدائيه. اذا العامل الياباني تيتاقلم مع التكنولوجيا والعامل الفرنسي جامد، اذا زولوا كل شيء ذاك الناس ودخلوا ناس جداد. راه التعليم كذلك، اللي ما قادش يسير راه ما يمكنش. راه كاين مدارس ابتدائيه شراو لهم الحاسوبات وبقاو مخزونين ما استعملوهمش. ماشي ثقافه الطالب بالنسبه للعلاقه مع العلم، هل باغي غير يدوز؟ باغي 10 المعدل نعطيوها له في السنه الاولى يمشي بحالاته. انا تيجي عندي الطالب عنده تنقول شحال عندك في المعدل 10، اش باغي الاجازه؟ خصنا نعطيوها لك دروك وسير بحالاتك بلا ما تصدعني في المدرج، ما عندك ما دير بها. راه في العلم اما مزيان الا ما مزيانش، ما كاينش بين هذا وشويه. تنسقسي كي داير في الانجليزيه؟ شويه. ما كاينش شويه في العولمه، كل واحد باغي المخير، اما مخير انت كاين امتحان كاين 100 منصب كاين جاي 1000،
غادي ياخذوا المزيانين الا كانت شفافيه. اذا ما تكونش العلاقه مع العلم علاقه انتهازيه، غير علاقه الامتحان. داكشي كتقراه اليوم راه من 10 سنين 15 سنه غادي يكون متجاوز. واش عندك القدره باش تبقى مستمر في التكوين؟ اذا خاص يكون عندك المستوى وكنت تطلع تقرا تعرف ما يجري من حولك، ماشي غير جبت 11 المعدل على 12 واخا جبتها 15. راه ماشي غير القرايه بوحديتها، راه شحال مول مايكروسوفت ولا مول الواتساب، راه سميتو لو جون 17 عام خرج ودار مقاوله عالميه قداش. راه في المدارس الامريكيه دراري صغار تيخرجهم تيقول لهم جيبوا صوبوا الحلوى في ديوركم تيخرجهم يبيعوها في السوق. دراري ولاد الاغنياء تيربي فيه الثقافه ديال العمل وديال جلب المال، ماشي غير خدم انت غير خدم غير خدم غير خدم. لا انا لا سبت البنت عندها الضفار فيها نص مترو، نقول كيفاش غادي تعجن هذه وكيفاش غادي دير شي حاجه. لان بكري كان الاولاد البنات والولاد تيتعلموا الحرفات امهم، اذا تيخدموا بيديهم. الا كان نجار تيمشي عنده نجار، كان حداد اذا تيتعلم شي حاجه اخرى. حنا لا، غير قرا في الاخر باغي ديبلوم تتجي. هذا هو باش الطالب المغربي في الخارج تيكون تقني مزيان ولكن ما تيكونش ماناجر يسير، لان عنده ما عندوش ثقافه يخدم في المجموعات، عنده ثقافه يخدم بوحديته. راه ملي بغى يمشي شي طالب لبرا تنقولوا كاباسيتي دو ترافاي اون جروب، قاد يخدم في اطار المجموعات. اللي ما تيخدمش في اطار المجموعات راه ما كاينش بوحديتو، سولو ما بقاش. طالب تيجي كما قلت لكم التخصصات تيختار تخصص، دار العلوم تيمشي ليا للقانون العام بالعربيه، اش غادير فيه؟ عندي فيليير علوم تاع لا درك الله دير التكوين، دير شي تكوين ديال ثلاث سنوات بليزيستي، دير شي اي تكوين، دير باك بليس دوف شي تكوين مهم. كذلك ضعف السوق الداخليه، حنا الاقتصاد ديالنا القاطره ديالو هي التصدير والخدمات. الفلاحه مع الاسف انهارت نسبيا، والسوق الداخليه علاش ضعيفه؟ لان الدخل الفردي ضعيف، الدخل الفردي ضعيف. الا عندك تكون بعد معطيات والسي دريس غادي يكونوا عنده معطيات اكثر، ما غاديش ندخل في هذا الجانب. الدخل المغربي المتوسط شهريا هي 3100 درهم 2022، مصر 3417، مصر فايتانا 3417، الأردن 3550، تركيا 8820، النرويج لا مقارنة غير فقط تذكير، إلا كنا حنا 3100 هما حوالي 80000 شهريا، 80000 درهم شهريا حنا 3000. إذا هذا هو سبب ضعف الدخل. إذا المعامل واخا تشتغل إلا ما تتصدرش مهددة بالإفلاس، لأن الناس ما تيشريوش، خاصة مع الأزمة الآن ديال الجفاف والعالم القروي نهار تقريبا. المقاولات كلها اللي كانت تشتغل لهذا الجانب مهددة بالإفلاس. مستوى الفقر، خاص تعرفوا الفقر، المجهود اللي دارت في وقت العداله والتنميه من 2011 لهنا، كل داك الشيء رجعنا لمستوى 2013 في الفقر. فين اعاده التوزيع؟ فين العداله الاجتماعيه؟ حنا بدينا اعاده التوزيع، هادو جمعوا داك الشيء ديال اعاده التوزيع وردوه لهم. وهذا هو، راه كنت واحد الخطره حددت اشنو هو الصراع السياسي. الصراع السياسي وتاخذ من الاغنياء ومن النمو ويرد على الفقراء، هادو يؤخذ من الفقراء ويرد على الاغنياء، هذا هو الصراع السياسي. راه ما عندوش شي محتوى اخر.
راه صراع طبقي، لماذا نتصارع سياسيا؟ واش باغي العداله الاجتماعيه ولا باغي فئه معينه تستافد والفتات يمشي؟ راه شي واحد من امدياز المشلحه، الناس الدانوي اللي تستناكسو مكرنا غدي غصان، اي هاد الدانوي تغدا تستناكسو مسميني غصان. مشلحه بلا يا بلاتي، اي هاد الدانوي اللي تستناكسو غيرنا غدي غصان، الدانوي تغدا تستناكسو مسميني غصان. مشاو هادوك اللي كانوا تياكلوا اللحم ويرمونا العظام، جاو هادو تياكلوا اللحم ويمسوا العظام. من هذه هي الاشكاليه ديال الصراع السياسي. الصراع السياسي هو هذا. اييه اشن الاولويات في المغرب؟ هذه هي الاولويات. الاولويات كنت كتبت مقال في تطبع في 2016، عملت فيه في الاولويات 2016، مازال ما كانش عندنا الازمه الماء، عملت فيه الموارد البشريه ثم الماء. ما يمكنش عندنا مغرب اخضر بلا الماء. اذا الموارد البشريه العنصر الاساسي. ما عندك موارد بشريه، عندك ناس يستهلكون ولا ينتجون وما قادينش العولمه. واش في سويسرا اخر امي سويسري مات في السبعينات، حنا باقي تيتزاد، كيفاش غتنافس بالاميات نفس العالم؟ هذا من الصعب جدا. إذن الموارد البشرية، الماء، البيئة، الجانب البيئي عنصر أساسي بالنسبة لمستقبل المغرب. وعندنا هناك قطاعات مشغلة، لأن محاربة البطالة وهي متفشية في الشباب حوالي 36%. القطاعات المشغلة بحال المعادن، هي الفلاحة كانت مشغلة مع الأسف تراجعت. المعادن هذه الصناعة التقليدية هذه مشغلة، السياحة مشغلة، وكاين القطاعات المصدرة بحال شي تنتكلموا على التكنولوجيا السيارات، تكنولوجيا الطائرات وغيره. لابد لأن جلب العملة الصعبة ضروري تصدر، ولكن أنت صدرت ولا ما عندك شيء الشغل، واحد الفئه كبيره غتكون دون موريد. واعاده التوزيع غير كافي الا باغي تعاود التوزيع، الا كان 60% ديال الناس فقراء كيفاش تعاود التوزيع؟ التوزيع خاص تقلل من الفئه الضعيفه باش فعلا تغنيها شويه، اما الا كثرت الفئه الضعيفه باش غتغنيها. والنمو ديال المغرب 3.5% 4% وصل في شي وقيته في وقيتنا 7% ياك السيد، فات 7%. هذه الاولويات لن تؤدي بالضروره الى العداله الاجتماعيه، لان العداله الاجتماعيه خيار استراتيجي، خيار سياسي. قول لي شكون تيحكم، نقول لك من العداله الاجتماعيه غتكون صافي. هي خيار سياسي، هي قرارات سياسية، هي سياسة اقتصادية. ماشي العدالة والتنمية تجي فقط بوحديتها، هي إعادة التوزيع. لأن كما قلت لكم كاين التوزيع الوظيفي، أي الدخل اللي كتاخذه من العمل اللي كتشتغل، كاين اللي العمل اللي كيشتغل الدخل ديالو قليل، وكاين اللي ما تيش عنده شغل، ما خدامش في العجزة وأمراض وغيره. إذا كيفاش تعيد التوزيع ملي يكون النمو تزاد 4% ولا 5%؟ فين مشى؟ رأى إعادة التوزيع هي الصراع الأكبر بين الطبقات، بين السياسيين. بالأمازيغية تيقول لك ون إلى نخفي الزروينس، اللي عنده راسو تيسبق راسو، ولكن هادو فعلا عندهم يخ تيسبقوا راسهم. عوض ما يوزعوا داك الثروة تيستافدوا من الثروة، وهذا هو الصراع. إلا العدالة ما بغاوهاش، لأنك تأخذ من هنا وترد هنا،
تنقولوا تيرد الميديا، عارفين الميديا اللي تيسقي العرصاد الماء جاي تترد الميديا اللي هنا ولا تترد الميديا اللي هنا، غادي يسقي العرصه ديالو ما يسقيكش العرصه ديالك، غادي يجيك الجفاف. هذا هو الصراع السياسي. ما كاينش شي صراع سياسي مجانا، علاش تيضرب؟ اذا خاصكم تعرفوا هذه هي النقطه الاساسيه. الصراع السياسي هو العداله الاجتماعيه باعاده التوزيع والنمو في مصلحه من؟ هذه هي الاشكال. مختصر باش نختصرش. اذا الصراع في المغرب، العداله والتنميه اعطتنا نموذج، ولكن هذا النموذج ليس في صالحهم، وعليه اتخذ القرار على ان العداله والتنميه غير صالحه لهم، هي صالحة للمجتمع، ولا تساير ما يريدون على المستوى الأخلاقي وعلى المستوى العقائدي وغيره. إذن يريدون استبدال دواتنا بدوات مستوردة، وهذا هو العنصر الأساسي اللي خاصكم تناضلوا من أجله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.